مريم القراع، في بداياتك الفنية تعرضتي المساومة من طرف أحد المخرجين، دابا بيناتنا. واش كاين هاد الشيء؟ واش تبغي تبارطاجيه مع المشاهدين؟ السؤال هذا أنا كنسمع بهذا الشيء كيعيشوه الفنانات والممثلات وهذا، ولكن صراحة الحمد لله أنا والله ما عمرني تعرضت له. من بدايتي لحد الآن عمرني تعرضت لهذا الشيء هذا والله. داكوغ. يعني داكشي بغيتي تجاوبي حيت ما تعرضتيش ليه؟ ما تعرضتش ليه؟ يمكن كنت تعرضت باقي الشهر بغيت تجاوب. حيت جاتنا واحد العصفورة قالت لنا بلي تعرضتي يعني شي واحد عيق عليك. ولكن ما عرفناش واش مخرج او لا شي حاجه اخرى، شي صفه اخرى في الميدان. شوفي هما كيكونوا محاولات، ولكن جو بونس ممتعين هكا في الناس اللي كيكونوا في تورناجيتو. ولكن ما شوفي انت والله كتفرضي الوجود ديالك باحترامك، ما كاينش شي واحد غيبزز عليك شي حاجه ولا يقلع عليك الاحترام يعني لواحد الدرجه اللي كبيره. لا، من الاول كتدي واحد الباب كيعاود شي يجي يحلو مره اخرى. هادشي كيوقع في كاع لي دومين، ماشي غير كاع لي دومين، ماشي غير الدومين ديالنا. دونك الواحد غير تعرف كيفاش تتعامل، ومني كتفرضي الوجود ديالك بواحد الطريقه زوينه كتولي عزيزه على كلشي. دونك حتى الهضره كدور الدومين ديالنا صغير، ماشي شي دومين اللي كبير. دونك كتولي معروفه، يعني ما يقدرش اصلا يحشم شي واحد يجي يمسل عليك ولا شي حاجه. تشوفوا دونك الحمد لله ما عمرني تعرضت لهادشي. ما كناش نقدروا نقول عاوتاني هكذا، حيت كاينين بزاف عاوتاني ديال الفنانات بزاف ديال الممثلات اللي كيفرضوا الاحترام ديالهم واخا هكذاك، ولكن كاين شي حد اللي كيقدر يتجاوز الحدود ديالو، وهذيك الساعات كيبقى كتبقى على ردة الفعل ديال الطرف الاخر. ديال الطرف الاخر هادشي اللي نعم.